فخر يا فخر فخر. ايه عايز ايه؟ هو انا كل ما احنا ناديلك هتتخلق عليا؟ انت ما بتحبش حد يناديلك خالص يا فخر. لا انا ما بحبكش انت تناديلي. طب خلاص ماشي يا فخر، بس الزق فيا بقى وخليك ماشي جنبي. انا جنبك اهو، فك نفسك. معاك والله يا يما. يما نهار اسوح. امن يا لا امن. ها امن، عشان المجانين دول ممكن يفرتكونا. مش اسمهم مجازيب مش مجانين؟ خلينا نعدي الليله الزباله دي على خير عشان نخرج من هنا على رجلينا. سيد انت سامع اللي انا سامعه ده فخر؟ لا مش سامع حاجه، ما فيش حاجه. يلا ما تلبشناش امشي. انت مش سامع؟ لا مش سامع. يبقى انا اللي بيتنديلي لوحدي يا فخر. في حاجه بتقول يا سيد يا سيد، وانا اللي سامعها لوحدي. ان الدهب بتنده عليا يا فخر. ان الدهب تنده عليك في العباسيه واحنا في الارياف؟ يلا استرجل كده وما فيش حاجه. يلا يلا يا فخر. فخر يا اما دي بتنادي عليا انا كمان. يا سيد يا فخر انا هنا. دي دعاء اختك. دعاء اختك يا فخر مش النداه. يا جبان يا خواف. خواف خواف مش مهم، انا كان قلبي هيقف. دودو حبيبتي انت حاطيني في القفص ده ليه؟ حرام عليكوا سايبيني هنا كل ده لوحدي. يا دودو والله يا حبيبتي ما نعرف ان انت اتجننتي. ما نعرفش. لا 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 انا مش مجنونه ما تصدقهمش. والنبي يا سيد خرجني من هنا. حاضر يا اختي حاضر. خرجها والله خلاص. اي بقول لك ايه يالا، تخرج دعاء من هنا بدل والله ما شرح وشك نسايم. لو ما خرجتهاش من هنا هقتلك هقتلك. الحقني يا فخر يا سيف. استنى هجيب خشب اشدك بيها. استنى خشب انت قلب الكهرباء فخر. تعالى حوشها والله العظيم دي لو بلعتك ما هقرب صوتك. انا خليها تاخد دراعك بالراحه. في ايه؟ يما الحقونا الحقونا. معلش يا دكتور، هو حضرتك متأكد ان احنا نقدر نستلمها ونخرج بيها؟ طبعا هي سليمة قدامكم ايه، وزي الفل مفيهاش حاجة. زي الفل مفيهاش اي حاجة. ازاي بس يا دكتور؟ دي اكلت صوابع ايدي. ايه ده وريني كده اهو. ما هم خمسة اهم يا رب. ايه ده، هم مش المفروض 10؟ 10 الاتنين مع بعض. معلش لا مؤاخذة يا فخر، انا بس عشان والله متوتر. ما توترناش معاك بقى، وخلينا نسمع كلام الدكتور. يا اساتذة كل حاجة ولها تفسير علمي. هي ما كلتش بقى لها فترة، فمعناه انه هي لما شافتكم انتوا كنتوا وحشينها، فحصل اختلاط في المشاعر، الجوع دخل في الاشتياق. طب وده تمام يعني طبيعي؟ طبعا عادي جدا. هتستلموها بس وتمضوا على انكم استلمتوها على مسؤوليتكم عشان انا ما اروحش السجن. احنا مش هنستلم البت دي الا وهي سليمه. هي سليمه قدامك اهي، والنبي خدوها وامشوا بقى. يا دكتور هي سليمه وهاديه عشان انت ظريفها حقنه بنج تهدي طور. وبعدين لما مؤاخذه انت مكتفه ايه؟ ده انت مبرشمها. صحيح فكرتني. ما انت ما تفكهاش غير لما تيجي تستخدمها، هتلاقيها طوع وجميله وزي الفل. مش كده يا دودو؟ نهار اسود. هو انتوا مشرسينها يا دكتور ولا ايه؟ ابدا احنا مشرسينها ولا حاجه. انت عايز تسقينا العناب بقى وناخد البنت وهي ملبوسه اصلا. اسكت انت. انا قلت حاجه؟ ما انت هتقول، انا عارفك. اسكت. بوست ايه بس؟ ما تخلونا نتكلم كلام علمي يا جماعه شويه. علمي؟ طب كلمني علمي بقى. البت دي صوتها تخن ليه؟ برد في الحنجرة. برد في الحنجرة. طب وعينيها بتقلب لفوق ليه لا مؤاخذة؟ برد في القرنية. يا فخر يعني انت هتفهم اكتر من الدكتور؟ انت ايش عرفك؟ يمكن اللي بيجي لهم برد بيعملوا كده فعلا. ايش عرفني؟ انت عمرك ما جالك برد يالا؟ وبعدين انت اجمل واحد في العالم، مش خايف تروح بواحدة ملبوسة على البيت؟ عشان ناخد الفلوس يا فخر، عشان نخلص من الليلة الزفت دي. هي ان شاء الله كده اول ما تفوق من البنك هتشوفني وتشوفك وتشوف ابوها، تقوم مدمعه واخدانا في حضنها وتقول لنا على مكان الفلوس. مش كده يا دودو؟